العقابة تشهد منذ حوالي ساعة ونصف وحتى هذه اللحظة عملية اقتحام واسعة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي تستهدف البنتا على وقع الدفع بتعزيز إسرائيلية كبيرة منذ ساعة صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة. ويبدو أن فعليا وفق المعطيات الميدانية لا نتحدث عن حصار منزل فقط بل عن عدة منازل وسط عمليات مداهمة واسعة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي وإغلاق لمداخل البلدة وتموضعات لقناصة الاحتلال بالإضافة إلى الدفع بقوات راجلة في محيط المنازل المحاصرة والمناطق الزراعية المتاخمة لبلدة عقابة في إطار ما يشبه فرض طوق أمني واسع على البلدة في هذه اللحظات وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. المعلومات التي لدينا حتى هذه اللحظة داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 7 منازل، 2 منها تعرضا لإطلاق نيران من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كثيف والنداء عبر مكبرات الصوت لمن بداخل هذين المنزلين لتسليم أنفسهم لجيش الاحتلال الإسرائيلي. لا يعلم على وجه التحديد بأن هنالك مطاردين أو مطلوبين لجيش الاحتلال داخل هذه المنازل في مرات سابقة في تولكرم وكفردان غرب مدينة جنين وقباطيا كذلك إلى الجنوب من مدينة جنين. حاصر الاحتلال منازل أطلق النار عليها قصفها وهدمها ولاحقا اتضح أن لا أحد داخل هذه المنازل، لكن من المبكر الحديث عن محاصرة عدد من المطلوبين في إطار هذه العملية. تم رصد حتى هذه اللحظة حالة اعتقال واحدة من داخل بلدة عقابة إلى الشمال من مدينة طوباس. جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص باتجاه مواطنين مع بدء تسلل وحدات خاصة إسرائيلية إلى البلدة. أصيب فلسطيني يبلغ من العمر 50 عاما برصاص الاحتلال في الصدر وقامت طواقم الإسعاف بنقله إلى المستشفى التركي بمدينة طوباس لتلقي العلاج. وصفت إصابته ما بين متوسطة إلى خطيرة ويجري التعامل معه طبيا. الطواقم الطبية أيضا أكدت بأنها تتعرض لإعاقات خلال عملية نقل الإصابات والتواجد بشكل احتياطي ومبكر في نطاق المناطق المستهدفة داخل بلدة عقابة على وقع إغلاق مداخل البلدة من كافة الجهات، بالإضافة إلى أن هذا يترافق طبعا مع سلسلة اقتحامات واسعة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم. استهدفت المنطقة الشرقية بمدينة نابلس واستهدفت مخيمي عسكر القديم والجديد وسط اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة. جرافات الاحتلال هدمت أجزاء من البنية التحتية، بالإضافة إلى أنها تعمدت صدم وتحطيم بعض المركبات ونقاط البيع المتجولة في محيط المخيمين، بالإضافة إلى حملة اعتقالات واسعة ومداهمات شهدتها مدينة تولكرم في الحي الجنوبي وكذلك أيضا في ضحيتي إكتابة وكذلك أيضا إشويكي شمال مدينة تولكرم. استهدفت عائلات مطلوبين. واضح جدا أنه ضمن الساعات 96 الماضية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من الهجمة تجاه مناطق شمال الضفة الغربية في إطار ما قال أنه استمرار للعملية العسكرية الإسرائيلية التي انطلقت مما أعلنه بعملية السيوف الحديدية منذ 7 أكتوبر في قطاع غزة، في إطار طبعا استمرار هذه الاقتحامات الإسرائيلية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف على وقع عمليات تدمير وملاحقة وتعهد، كما يعني قال وزير الحرب الإسرائيلي كاتس بأن هنالك تعهد لعودة الأمن، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على وتيرة هذه الاقتحامات التي تشهدها مناطق الضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. المعلومات التي وردت الآن بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بهدم نصب تذكاري للشهداء بلدة عقابة إلى الجنوب إلى الشمال عفوا من مدينة طوباس في هذه اللحظات وسط انتشار عسكري إسرائيلي مكثف في هذه الأثناء تشهده البلدة في ظل دفع تعزيزات عسكرية من عدة محاور سواء من حاجز تياسير شرق مدينة طوباس أو من خربة إبزيق شمال شرق مدينة طوباس. هذين المحورين يستخدمهما جيش الاحتلال في الدفع بتعزيزات عسكرية وقوات إسنادية إلى بلدة عقابة شمال مدينة طوباس. ويبدو أننا وفق المؤشرات الميدانية أمام ساعات ساخنة ملتهبة على وقع اشتباكات لا تتوقف حقيقة
إطار تصدي الأزمة العسكرية في كتائب شهداء الأقصى، مجموعات الشهيد خالد الشاويش، وكذلك أيضا كتيبة طوباس سرايا القدس في إطار صد هذا الاقتحام الذي باشر به جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الباكر. كل الشكر لك على هذه المعلومات، وطبعا نعود إليك وفق كل تطورات. شكرا جزيلا لك من نابلس خالد بدير مراسل الغد.